طبعا المكان هنا حلو قوي. طبعا في اماكن جميلة يا جماعة كتير عايزين نصوروها، بس طبعا وقتكم في وقت الفيديو. تعالوا نشوف عايز اشوف ده. طبعا المكان ايه ده، طبعا ده مكان من تحت. طبعا انا سامع صوت ناس تحت. بقول لك ايه ده المكان ده، انا سامع صوت اولاد تحت. ده في لسه مكان تحت معايا اللي احنا ما رضيناش نخشه. مهم يعني الفيديو او التصوير مش واضح. نصور هنا الاول. طبعا في اماكن غريبة جدا. هنا هو المكان يتوه. ممكن ندخل من هنا. محمد انت فين؟ يلا بينا. محمد اهو كئيب، مش فرحان بالخروجة. السلام كبيرة جدا، مفيش اسانسير. بص هنا طبعا في سلم من هنا برضو نطلع فوق. طبعا في شبابيك كتير، مكان اثري. طبعا هم المكان طبعا ده الشكل بتاعها، بس ايه عاملينه على حاجة صغيرة، بس عاملينه بالضبط يعني حاجة جميلة. تعال ندخل كده. في ايه هنا؟ شو ده ايه؟ ده بنزل على تحت. يلا بينا. طبعا ده اللي هو الماكيت اسمه، عبارة عن نموذج للتصميم الاصلي. نطلع فوق. معلش يا جماعة الفيديو ممل، انا عارف الفلوج ممل جدا جدا، عارف معلش عشان طويل، بس احنا عاملين فلوجات متكونش طويلة بعد كده. تمام. طبعا عندك هنا في اماكن كلها كده، كلها اوض، بس مفيش متاهات ولا في حاجة. كان دخلتها وانا صغير كذا مرة، بس هو ايه موضوع وانا صغير كان بالنسبة لي متاهة كبيرة جدا.
وانا السلم صعب ما فيه بعض الناس مش بصورهم مش شايف في مكان من هنا كويس هنا ايه طبعا هنا في اماكن كده من زمان يا شباب كنت في واحد بيقف هنا بيبص الجنود لو في عليهم اي هجوم بيبص ده زي برج مراقبه بس هنا الهواء جميل ايه ده انتوا شايفين السمك شايفين السمك قد ايه عامله زوم ما في زوم ثواني يا جماعه معلش عشان الكاميرا ايوه شايفين سمك المكان قد ايه سمك البرج لوحده هنا كان في واحد بيقف او اتنين بيقفوا بس ان هم بيراقبوا يلا محمد الجنود زمان بقى يلا دلوقتي ما فيش خلص زمان ما كان حلو طبعا عايزين نطلع بقى احنا طلعنا منين طبعا احنا دخلنا منين اصلا ما طلعنا بيه اهو السلام اللي معاك كلمة جميلة الدور الثالث 28 حجرة مربعة هذا المكان كبير جدا المكان هنا غريب ايه ده سلك كهرباء معقولة مكان اثري جدا وسري هنا اماكن جميلة برضو موجودة مكان جلوس السلطان قايتباي هنطلع لان الموضوع ممل خلاص خلصت الحمد لله يلا محمد طبعا كده يا جماعة طلعنا من الطبيعة او القلعة طبعا مكان جميل وعايز اليوم فيه شوية واحنا برضه عايزين نستكشف المكان عشان ما استكنفناش بس عشان ورانا مشوار بس عشان بس الفلوج طول قوي جدا يعني نصور هنا طبعا كده نهاية الفلوج واحنا خلصنا الفلوج طبعا وريناكو الفيديو طبعا الفلوج طول جدا بس ايه يعني احنا هنعمل فيديوهات كتيرة جدا والمرة الجاية ان شاء الله هيكون الفلوج في مكتبة اسكندرية وهيكون في فلوجات كتير يعني في كذا منطقة هنا في اسكندرية وهنعمل لكم فلوجات كتير يعني لو عايز انت تتابعني اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد وما تنساش اللايك بتاعتك الجميلة عشان تشجعنا وخلينا نحن نستمر ونعمل فيديوهات جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته